اهلا بكم مشاهدي صوت بلد انترناشونال بلد سيتي على فيسبوك. شو حكيتوا الرئاسة الجمهورية؟ كله تمام، نحن والرئيس بري فريق واحد اذا الله اراد. اذا راح الامور عند قائد الجيش شو بيكون موقفك؟ كل شيء لمصلحة لبنان نحن معه. ممكن تمشي بالموضوع؟ كل شيء لمصلحة لبنان نحن معه. شكرا لك معالي وزير السابق سليمان فلانجية، اللي كان قد التقى الرئيس نبيه بري وكان لافت اللي قاله لصوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك بانه هن دائما بموقف واحد مع الرئيس نبيه بري. سالناه اذا بيمشي بقائد الجيش في حال كان هناك توجه بهذا الموضوع، قال كل شيء لمصلحه لبنان ممكن يمشي فيه. اذا هذا لقاء خاص مع صوت بيروت انترناشونال بعد ما التقى الرئيس نبيه بري لمده ساعه من الوقت وبحضور عن جانب الرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، وايضا بالنسبة لتيار المرادة كان حاضر الوزير السابق يوسف فنيونس. إذن بحسب ما قال النائب السابق سليمان فرنجي لصوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي انه هن ورئيس بري متفقين على كل الامور. سالناه هل ممكن يمشي بقائد الجيش كرئيس الجمهوريه في حال تسويه مشيت فيه، قال كل شيء لمصلحه لبنان هو بيعمله. كنا معكم من عين التيني ربيع شنطف وعلي شقير، الى اللقاء.